أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري، وإليكم عناوينه. ارتفاع عدد جثث الغرقى الذين تم انتشالهم إلى حدود اليوم إلى 52 جثة، وزيارة للمنطقة لرئيس الحكومة يعلن أحداث مجمع أمني بقرقنة. غدا انطلاق الاختبارات الكتابية للبكالوريا، ولأول مرة على المستوى الوطني عملية بيضاء لتأمين مسار توزيع الامتحانات على المراكز. منظمة العفو الدولية تتهم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعدم مراعاة سلامة المدنيين خلال قصفها الرقة طيلة 4 أشهر. أهلا بكم. في تطورات حادثة غرق مركب المهاجرين غير النظاميين قبالة سواحل قرقنة، أفادت وزارة الداخلية اليوم بأنه تم العثور على 4 جثث أخرى لضحايا غرق المركب، ليرتفع عدد الضحايا إلى 52. وقد أعلن رئيس الحكومة في زيارته إلى المنطقة إحداث مجمع أمني بقرقنة. مع تواصل البحث على مفقودين إثر حادثة غرق مركب للهجرة غير نظامية في عرض سواحل جزيرة قرقنة، تم صباح اليوم العثور على 3 جثث أخرى وانتشال رابعة لضحايا المركب من قبل وحدات الحرس البحري والجيش الوطني والديوان التونسية والحماية المدنية، وبمساعدة عدد من مراكب الصيد وفق ما أفادت به وزارة الداخلية، ليرتفع بذلك عدد جثث الغرقى الذين تم انتشالهم إلى حدود اليوم إلى 52 جثة. وتوازيا مع جهود البحث ومتابعة لتطورات الحادث، تم أمس إقرار تركيز خلية أزمة للإحاطة بالعائلات وبالناجين من الحادثة، فيما قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم بزيارة إلى جزيرة قرقنة وصفت بالأمنية، انطلقت من القاعدة الجوية العسكرية بصفاقس، تحول خلالها إلى المراكز الأمنية الموجودة في قرقنة، متابعا ظروف العمل ومقتضيات التركيز الأمني هناك. هناك أمور أمنية يجب مراجعتها خاصة في جزيرة قرقنة، كنا وقفنا على هذه الصباحة على بعض الإخلالات الأمنية، وأيضا هناك أيضا مشاكل أخرى تنموية في الجزيرة يجب العمل عليها، هناك اتفاقات ربما يجب التسريع فيها، أيضا متابعة كل معناها ذوما التجار الموت ويعني العصابات المنظمة التي تغر بالشباب متاعنا هنا، ربما يجب أن مراجعة منظومة تشريعية ومعناها القوانين التي تؤطر هذه العملية. الناس كل تعرف للأسف مرة أخرى الفراغ الأمني في جزيرة قرقنة كان واضح بالرغم العديد من القرارات، هناك إقرار مجمع أمني في الجزيرة يمكن الأمنيين أنهم يكونوا متواجدين بصفة مسترسلة في الجزيرة. كما تحول وزير الداخلية لطفي إبراهيم أمس في زيارة غير معلنة إلى ولاية صفاقس، أشرف خلالها على المجلس الجهوي الممتاز للأمن المنعقد على إثر الفاجعة. يذكر أن حادثة غرق مركب الهجرة السرية كانت جدت في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد على بعد 5 أميال من سواحل قرقنة، وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت بأنه تم التعرف على 8 من منظمي عملية الهجرة السرية، مؤكدة أنهم أصيلو جزيرة قرقنة وتم إدراجهم بالتفتيش لإلقاء القبض عليهم. وينضم إلينا العميد خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أهلا بك. وإلى حد هذه اللحظة، ما هي آخر المستجدات في حادثة غرق المركب على ضوء ارتفاع حصيلة الضحايا؟ مرحبا. بالنسبة لليوم تواصلت عمليات البحث والإنقاذ بداية من 5:30 متاع الصباح بمشاركة وحدات الحرس الوطني والجيش الوطني والحماية المدنية والديوان. هنا نحب نصحح رقم، لأنه تو منذ حين كان عندنا بيلون جديد هبطناه، هو أنه تم انتشال 7 جثث معناها اليوم، معناها يولي الجثث التي تم انتشالها إلى حد الساعة 55 جثث، معناها اليوم الصباح 7 جثث، معناها تولي الحصيلة 55 جثة، وعملية البحث ما زالت متواصلة. السيد وزير الداخلية البارح كان تنقل إلى بالفعل يعني الوضع الأمني في المنطقة كان موضوع متابعات ميدانية اليوم كذلك لرئيس الحكومة والبارحة لوزير الداخلية، ومن أبرز الإجراءات إحداث مجمع أمني في قرقنة، هل من تفاصيل أوفى؟ هو الساعة السيد وزير الداخلية وقت تنقل أمس لصفاقس أشرف على المجلس الجهوي للأمن اللي حضرته الإطارات الأمنية كل اللي موجودة غادي والسيد والي الجهة، معناها تم استعراض الوضع الامني كامل بصفه عامه. وبالمناسبه هذه زاد اذن السيد وزير الداخليه للمتفقد المركزي بوزاره الداخليه والمتفقدين بالاداره العامه للحرس الوطني والاداره العامه للامن الوطني بالتحول الى جزيره قرقنه والتحقيق في ملابسات الحادث والظروف اللي حفت به
وتحديد المسؤوليات تجاه من ثبت ضلوعه في أي تقصير محتمل ولا يمكن أن يحدث. الكلنا نعرف الوضع في جزيرة قرقنة بعد الأحداث اللي رافقت بيتروفاك والفراغ الأمني اللي صار واللي استغلوه تجار الموت هذوما والاتجار بالبشر. اليوم وجود السيد رئيس الحكومة في جزيرة قرقنة يعلن عن عودة الأمن في جزيرة قرقنة اللي هو هذا هو الحل الوحيد اللي باش يقف قدام تجار الموت هذوما اللي هما تعرفنا عليهم احنا على القليلة في العملية دي اللي هما 8 أشخاص هذه انطلاقا من التحريات اللي صارت مع الأحياء اللي تم إنقاذهم. نعم. اللي هما 8 أشخاص أسيري جزيرة قرقنة تم التعرف على هويتهم وإدراجهم بالتفتيش. هنا نحبنا نعمل ملاحظة ثم أرقام خطر يلزمنا أن نقولوها للرأي العام. نعم. بالنسبة للتعاطي مع ظاهرة الاجتياز ثم رقم باش نعطيه اللي هو من واحد جانفي إلى 3 جوان، من واحد جانفي إلى 3 جوان. نعم. 2018 الوحدات الأمنية تولت إيقاف معناها 5986 مجتاز، 5986 مجتاز منهم 900 في شهر رمضان هذايا، معنى من بداية رمضان إلى 3 جوان وقفنا 900 مجتاز. نعم، الأرقام طبعا هذه محينة. كذلك بمناسبة وجودك معنا سيد خليفة الشيباني، تم تفكيك شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات والكحول وافتعال جوازات سفر، فهل من تفاصيل أخرى؟ هي هذه الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني، معناها انطلاقا من متابعة وفي عملية معناها تعتبر نوعية، تم إيقاف 3 عناصر من دول إفريقية جنوب الصحراء، هذوما عندهم مخدرات تمثل في الماريخوانا، وعندهم زاد جوازات سفر مفتعلة، وعندهم مخدر الهيروين، ويقوموا حتى بالاتجار في المشروبات الكحولية، هذوما زاد احتفظنا بهم، والمؤسسة الأمنية زاد هذه من المهام اللي قايمة بها اللي هي معناها المحافظة على الأمن العام، كما زاد شفت أنا في المقدمة متاع النشرة متاعكم، هي مرافقة الامتحانات من خروجها من وزارة التربية إلى مراكز الامتحانات وتأمين محيط الامتحانات بمناسبة إجراء شهادة البكالوريا. نعم، شكرا لك العميد خليفة الشيباني ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية، ونذكر بارتفاع حصيلة الضحايا المركب إلى 55 ضحية بانتشال جثث أخرى هذا الصباح. وفي رد فعل على حادثة غرق المركب للهجرة السرية وهلاك العشرات من الضحايا، حمل اتحاد الشغل في بيان أصدره مساء البارحة الحكومة والسلطة المركزية والجهوية المسؤولية كاملة في تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية وفي وقوع هذه الكارثة بالذات حسب نص البيان. واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن التغييب الكلي والمتعمد للأجهزة الأمنية في جزيرة قرقنة حولها إلى قبلة للسماسرة والحراقة وكثير من أنواع الإجرام. وطالب اتحاد الشغل الحكومة بتأمين حق أهالي جزيرة قرقنة في الأمن وبتأمين سلامة الشواطئ التونسية. تنطلق غدا الأربعاء الاختبارات الكتابية للبكالوريا، وفي تجربة هي الأولى نظمت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة عملية بيضاء لتأمين مسار توزيع الامتحانات على المراكز. استعداداً لامتحانات البكالوريا وفي سابقة هي الأولى من نوعها وطنياً، نظمت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة عملية بيضاء لتأمين وصول الاختبارات الكتابية من مقر المندوبية إلى 27 مركز امتحان بالولاية بهدف رصد كل الاحتياجات والإخلالات الممكنة وتجاوزها يوم الامتحان. توا التوقيت الساعة 5 صباحا إلا 5 دقائق ستنطلق بعد قليل العملية البيضاء المتمثلة في انطلاق خطوط السير، أي محملة سيارات المندوبية الجهوية للتربية محملة بالاختبارات الافتراضية للبكالوريا وفي مرافقة أمنية من الحرس الوطني أو من الأمن، ستنطلق بهذه الاختبارات إلى مراكز الاختبارات الكتابية. من هنا تبدأ الاستعدادات لإيصال الاختبارات الكتابية بشحنها في سيارة إدارية تكون مرفوقة بسيارة أمن من الشرطة أو الحرس الوطني، لينطلق الركب في موعد محدد ويصل في الوقت المطلوب إلى مركز الامتحان قبل ساعة من انطلاق الاختبارات. عندنا فيما يخص النقل 5 مسالك، كل مسلك يحمل مجموعة من مراكز الاختبارات الكتابية. بعد اجتماع باش نحددوا فيه التوقيت الفعلي للوصول للعلب المواضيع لكل مركز اختبار، اذا كان فما اخلالات باش نتفاداوها في المستقبل.
بعد وصول صندوق الاختبارات إلى مقر مركز الامتحان تنطلق مرحلة أخرى لتأمين الاختبارات من قبل مدير المركز. بعد العملية هذه وتأمين الامتحانات في الخزانة الحديدية المغلقة تبقى مؤمنة إلى غاية حدود الساعة 7 باش يتسنى لإجراء الاختبارات في أفضل الأوقات. العملية البيضاء لتأمين مسالك توزيع الاختبارات الكتابية لامتحانات البكالوريا بسوسة مجهود مضاعف لضمان كل ظروف النجاح لبكالوريا 18 و2000. دولياً، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً اليوم اتهمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولية موت أعداد مهمة من السوريين خلال حملة التحالف الدولي على الرقة السنة الماضية. حرب إبادة، هكذا عنونت منظمة العفو الدولية تقريرها الصادر اليوم بخصوص ما تعرض له سكان مدينة الرقة السورية خلال حملة مركزة قادها التحالف الدولي عليها 17 و2000، لتقول فيه إن الولايات المتحدة ودول الحليفة لم تعر اهتماما لسلامة المدنيين خلال ضربها تنظيم داعش الإرهابي، ما يمكن أن يكون موضوع محاكمة في ارتكاب جرائم حرب. العفو الدولية أكدت أن إغارة التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مدينة 200,000 ساكن تسبب في موت مئات السوريين وتدمير جزء كبير من مبانيها، على ضوء تحقيق نفذه خبراؤها على أرض الميدان في فيفري الفارط استجوبوا خلاله 100 ناج وزاروا 42 موقعا شكلت أهدافا لغارات التحالف. المنظمة طالبت الولايات المتحدة برفع المنع عن المعلومات والمعطيات المتعلقة بمسار أخذ القرار في عملية تحديد أهداف القصف خلال هجمات التحالف ذات العلاقة بالرقة، بعد أن أكدت أن واشنطن رفضت مطالب عديدة لها في الخصوص، كما طالبت بالتحقيق في الوفيات التي جدت خلال الهجمات، موضحة أنه كان بالإمكان تفاديها لو عدلت الولايات المتحدة وحلفاؤها استراتيجيتها على الميدان. وردا على نتائج التقرير، قال المتحدث باسم التحالف الدولي إن اتهام المنظمة غير صحيح، مؤكدا أن قواته أوجدت ممرات آمنة لهروب أهالي الرقة، ومحملا تنظيم داعش الإرهابي مسؤولية احتجازهم في المدينة واستعمالهم دروعا بشرية. 30,000 قذيفة أسقطها التحالف على مدينة الرقة وساكنيها خلال شهور 4 من 17 و2000، كما جاء في تصريح أحد القادة العسكريين الأمريكيين جان في الفارط، تسببت وفق مجلس الرقة المدني في قتل 1400 مدني على الأقل وتدمير 65% من المدينة. تواصلت الاحتجاجات في الأردن حتى الليلة الماضية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل رغم استقالة رئيس الوزراء هاني الملقى وتعيين عمر الزار خلفا له. أجبرت التظاهرات المتواصلة في الأردن حتى الليلة الماضية ضد قانون ضريبة الدخل المزمع طرحه قريبا على مجلس النواب، أجبرت رئيس الحكومة هاني الملقى على الاستقالة، وكلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عمر الزار الخبير الاقتصادي والذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم بتشكيل حكومة جديدة. وواصل المحتجون التجمع قرب مبنى رئاسة الحكومة وسط العاصمة عمان حتى فجر اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، مرددين هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي، مؤكدين أن غايتهم الأساسية هي سحب مشروع القانون وتغيير نهج الحكومة الاقتصادية، مشددين على نيتهم البقاء في الشارع حتى تحقيق مطالبهم. تماماً بأن المسألة ليست مسألة أشخاص وإنما هي مسألة نهج اقتصادي وسياسي تتابعت عليه كل الحكومات التي جاءت إلى الأردن من 50 سنة، اتبعت ذات النهج، أفقرت الشعب، مارست سياسات الإفقار وسياسات الجباية دون أن يكون هناك إصلاحات اقتصادية حقيقية. وينص قانون ضريبة على زيادة الاقتطاعات الضريبية على المداخيل ويطال أصحاب الرواتب الصغيرة والمرتفعة، ويأتي القانون بعد سلسلة تدابير حكومية في السنوات الثلاث الماضية شملت إجراءات تقشف ورفع أسعار خصوصا المحروقات والخبز استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية
اقتصادية متفاقمة، ووفقا للأرقام الرسمية ارتفع معدل الفقر مطلع العام في الأردن إلى 20%، وتجاوزت نسب البطالة 18%، واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة و28 عالميا. في البيئة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس محذرا من خطر التلوث البلاستيكي إنه بحلول عام 2050 سيكون البلاستيك في محيطاتنا أكثر من الأسماك. جاء ذلك في رسالة توجه بها غوتيريس للعالم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي تستضيف الهند احتفالاته لهذا العام. A healthy planet is essential for a prosperous and peaceful future. We all have a role to play in protecting our only home. But it can be difficult to know what to do or where to start, and that is why this World Environment Day has just one request: beat plastic pollution. إنها حالة طوارئ عالمية يعلنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في اليوم العالمي للبيئة، منذرا بأن التلوث البلاستيكي خطر بات يتهدد حياة الأفراد ونماء الدول ويدمر مناخ الكوكب الأخضر. أنتجنا خلال العقد الماضي ما يفوق إنتاجنا من البلاستيك في القرن الماضي بأكمله. الخطر الأعظم يتهدد الشواطئ والبحار والمحيطات. أكثر من 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية تلقى في المحيطات سنوياً، كمية تعادل الدوران حول الأرض 4 مرات سنوياً، وتحتاج نحو 1000 سنة للتحلل، لكنها في غضون ذلك تكون قد أثرت على البيئة بشكل مدمر. وهو ما يؤكده أنطونيو غوتيريس قائلاً إن عدد الجزيئات البلاستيكية في البحار أصبح يفوق عدد النجوم في مجرتنا، سيكون البلاستيك في محيطاتنا بحلول عام 2050 أكثر من الأسماك. يستخدم العالم سنوياً 500 مليار كيساً من البلاستيك الذي يمثل 10% من جميع النفايات التي نولدها. 50% من القمامة البحرية تتكون من البلاستيك القابل للاستخدام مرة واحدة، ويتم استخدام 17 برميل من النفط لإنتاج الزجاجات البلاستيكية لتعبئة المياه سنوياً، فيما يتم اقتناء 1 مليون زجاجة بلاستيكية كل دقيقة. وتستضيف الهند اليوم احتفالات اليوم العالمي للبيئة لهذا العام، وتظهر كبلد رائد في مجال القضاء على التلوث البلاستيكي، نظرا لأن لديها واحدة من أعلى معدلات تدوير البلاستيك في العالم. أمر المرشد الأعلى الإيراني آيت الله علي خامنئي اليوم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء في الترفيع في مستوى تخصيب اليورانيوم دون تأجيل. وفي السياق نفسه ذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بأنها تشرع اليوم في زيادة قدرة مفاعلاتها على تخصيب اليورانيوم. في أخبار رياضة، يتابع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم استعداداته للمونديال من خلال تربص تحضيري أخير بتونس تخلله حصص تدريبية بالملعب الأولمبي بالمنزة، حيث خاضت العناصر الوطنية التونسية عشية أمس حصة تدريبية سجلت مشاركة كامل المجموعة، حصة سجلت كذلك عودة اللاعب وهبي الخزري الذي تعافى تماما من الإصابة التي حرمته من المشاركة في وديتي البرتغال وتركيا. ويتحول المنتخب التونسي بعد غد الخميس إلى مدينة كازاندروف الروسية استعدادا للمواجهة الودية الأخيرة على درب المونديال ضد المنتخب الإسباني السبت القادم. وفي مواجهة دولية ودية وضمن استعداداته لمونديال روسيا، انقاد المنتخب الصربي للهزيمة بهدف دون مقابل أمام منتخب الشيلي في اللقاء الذي جمعهما بمدينة غراتس النمساوية. حمل هدف المباراة الوحيد توقيع المدافع ماربيان في الدقيقة قبل دقيقتين من النهاية. وتخوض صربيا المونديال ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كل من البرازيل وسويسرا وكوستاريكا، فيما فشلت الشيلي في التأهل إلى نهائيات روسيا. وإلى عالم الكرة الصفراء، حيث بلغ الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو ربع نهائي دورة رولان غاروس المفتوحة للتنس إثر تغلبه على الأمريكي جو إسنسير ب3 مجموعات دون مقابل وبواقع 6-4 و6-4 و6-4. ولدى السيدات بلغت الإسبانية غاربين موغوروزا دون عناء ربع نهائي المسابقة إثر انسحاب الأوكرانية ليسيا تسورينكو التي أصيبت.
في السهرات الرمضانية وبوصلات الملوف والموشحات التونسية انطلقت فعاليات الدورة الثانية لمهرجان فن زمان للتقاليد الموسيقية بنابل. عندما يتفتح ظهر مدينة نابل ليلا يكون له رونق فريد خاص يتصاعد شذاه بعيدا في الفضاء. ورود وزهرات يانعات أطلقنا عطر التراث الموسيقي التونسي الأصيل في افتتاح الدورة الثانية لمهرجان فن زمان بنابل. قلعة من قلاع الملوف والثقافة الموريسكية بصفة عامة، لأنه الموريسكيون معنا مروا من الربوع هذه، واليوم تفطن يعني المبدع في جهة نابل أنه لابد من حتى ربما يطور المخزون الثقافي والتراثي والإبداعي بصفة عامة، لابد أن يرجع للجذور الأصول متاعه. الدورة الثانية تعددت المشاركات العربية بها خلال 8 ليال بأكملها، كلها ستكون كواكب كاللآلئ تنير المهرجان عبر نفحات المالوف والموشحات. وجدت بقى من القطع الموسيقية لتؤدى في قسنطينة، سواء في فن المالوف الأندلسي أو فيما يخص الأغنية الشعبية الخاصة بمدينة قسنطينة. وجدنا يعني برنامج متنوع، إن شاء الله هنا الإعجاب المستمعين والحاضرين. العرض الافتتاحي التونسي أخذ بكل تفرعات الإرث التونسي الموسيقي، أمنته ورود كورال مدينة سليمان، فكان الاستمتاع حد الانتشاء. ريبرتوار هذايا كوكتيل سي محمد جراري الله يرحمه، بالإضافة بطبيعة الحال الأغاني الموسيقية حبوها العباد والمالوف التونسي اللي هو اختصاص الجمعية. الجمعية متاعنا هي جمعية فتية تقدم صغيرات هما نجوم الحفل يؤديوا المالوف بطريقة فيها برشا حرفية وإتقان. عرض نتاع ليلة خارق للعادة، فرقة من سليمان، فرقة أطفال راشدية، شي يعمل كيف. الحفلة ممتازة، هذه الحفلة هي نفسها عملوها الجمعة الفارطة في الرشيدية في دار الرشيدية، تو جمعة ولا جمعتين، معناها حقيقة التراث متاعنا الأصيل الأصيل. ثاني دورات مهرجان فن زمان افتتاحه بشر بدسامة برنامج لياليه القادمة، لتكون فسحة مغاربية عربية جديرة بالمشاهدة، بغية الاستمتاع للآذان المتعطشة للفن الأصيل. ختم النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بالعناوين. ارتفاع عدد الجثث المنتشلة من سواحل قرقنة إلى 55، ورئيس الحكومة يعلن أحداث مجمع أمني بقرقنة خلال زيارته اليوم إلى المنطقة. غدا انطلاق الاختبارات الكتابية للبكالوريا، ولأول مرة على المستوى الوطني عملية بيضاء لتأمين مسار توزيع الامتحانات على المراكز. منظمة العفو الدولية تتهم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعدم مراعاة سلامة المدنيين خلال قصفها الرقة طيلة 4 أشهر. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.